أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من باندو رياكشنز، معكم الباندو شخصيا. وحلقة اليوم مثل ما شفتوا بالثمنيل هي بريك داون عن تراك فودكا وسيرالاك للراس. أول شيء بدي أعتذر منكم كلكم، صار لي 6-7 أيام مش منزل، عم بمر بفترة امتحانات هلأ، كنت كتير مضغوط أول شيء، هلأ أخف شوي فرح أجرب كل ما أقدر نزل فيديو. في كتير إشي راحت علي بعرف، بس إن شاء الله هلأ بهالأسبوع أسبوعين اللي جايين منعود كل شيء. مازن السيد الراس من الرابرز المفضلين عندي بالسين اللبناني وبالسين العربي، وما حبيت أعمل رياكشن على تراك تاعته لأنه بحس كتير انه بس اعمل رياكشن للراس بينظلموا التراكس، لانه في كتير لايرز وكتير معاني كتير صعبة تنفهم من اول مرة. فعشان نعطي التراك حقها ونوصل الفكرة شوي اكتر، بريك داون فيديو هو افضل حل. وللي ما بيعرف شو هو البريك داون فيديو، خليني اشرح شوي لانه في ناس دايما ما بتفهم الموضوع مزبوط وبتكتب لي بالكومنتس. بريك داون فيديو يعني انا سامع الغنية، انا حافظ الغنية، انا دارس الغنية وجاي اسمعها معكم، اوقف عند البارز اللي بحس انه لازم اشرحها واحكيها مثل ما هي. قبل ما نبلش، اكيد اذا عم تحضرون وعم يعجبكم الكونتنت، بليز بليز لايك وكومنت لتساعدوا بانتشار الفيديو، واهم شيء سبسكرايب. وخلونا نبلش بالبريك داون. الراس فرجينا شو عندك. خلطوا الحابل بالنابل، فلتوا الفارب بستاني، على من جايب أفلامك ولا عمرو بنتساوى، مشكل تقني مشكل كتبه فوق بتحسب بنص الصنعة، مشكل ما تجمع نسترجع تحسب جمعة. بعتذر بعرف رح وقف كتير، خلينا نوقف عند كل مقطع أو كل 4-5-6 باز مبارف قده ونحكي. فات بالتراك خلطوا الحابل بالنابل، فلتوا الفارب بستاني. خلطوا الحابل بالنابل بمعنى بما معناه فوتوا الدنيا ببعضها، فوتوا عباس درباس مش عارفين شو عم يعملوا. فلتوا الفارب بستاني يعني عم ينزعوا، بستاني بمعناه بمشهدي بساحتي بالسين، فلتوا الفار يعني عم ينزعوه. ولا على مين جاء عفوا قبل، على مين جايب افلامك يعني، هاي الافلام اللي انت جاي فيها على مين يعني، شايفني اهبل لتمشي علي افلامك؟ ولا عمره بنتساوى، انا وياك ما بعمرنا بنتساوى. بيجي بقول مشكل كتبي أو مشكل تقني مشكل كتبه فوق بتحسبه بنفس الصنعة، يعني مش كل ما واحد كتب تيجي تحسبوا لي يا رابر، ومش كل ما تجمع ناس تركع تحسب جمعة، بما معناه تنفهم بكذا طريقة. أول طريقة هي إنه إذا أنتوا يا رابرز بحد ذاتكم ركعتوا مش معناتها شيء منيح، مش معناتها جمعة، هيدا بالمعنى السيء. بمعنى تاني بتنفهم إنه مش كل رابر كان عنده كتير ناس ركعت له، بما معناه كتير عنده سميعة ماشي معه معناتها جمعة، معناتها شيء منيح. مشكل كتبه فوق بتحسبه بنص الصنعة، مشكل ما تجمع نسترجع تحسب جمعة. ضابط إيقاعك مرتوش نسامع دفعوك فعوك فعوك فرق، بتكون خدلك فاصل قهوة ودمعة، سمعت لك آخر تسجيل سميت غناء البجعة على كتف راسي. هلأ هون قال سمعت لك آخر تسجيل سميت غناء البجعة. أول مرة سمعته لهيدا البار استغربت إنه كتير بسيط، فحسيت شكيت الموضوع إنه لا مفروض يكون في شيء أتقل، معنى أتقل ورا. فتت غناء البجع يعتبر هو انه الواحد مثلا اذا حدا بيغني اخر غنية بيأديها قبل ما يعتزل على المسرح مثلا بيسموها اغنية البجع. فلما يقول لما يقول له سمعت لك اخر تسجيل سميته غناء البجع، يعني هيدي نهاية مسيرتك، او بالاحرى ما عم بيقول لشخص، هو عم يحكي مع اشخاص. هلا بس نقدم شوي بالتراك، بنحكي عن موضوع التراك بشكل عام عشان لازم يكون وصلت كم معنى قبل ما احكي شو هو الموضوع. بزعة من نظري والطبل بأذني منبعجة نصبك لو حاضر كان زعجك صدق الله بحاضر كان فزعك متواضع لنجعلك عجلك تتأخر على حج انشغلك بس ترجع تجلب عجلك ملك الجانجان. لحظة حلوة لنجعلك عجلك تتأخر على حج انشغلك بس ترجع تجلب عجلك تتأخر لحظة نسيت شو فزعك متواضع لنجعلك عجلك تتأخر على حج انشغلك بس ترجع تجلب عجلك تتأخر على الحج وبس ترجع تجلب عجلك. يعني انت شخصية الرابر اللي متقمصة انه انت القبضاي وكل شيء، واخر شيء بترجع على البيت مؤخر الحجي يعني الوالدة بتجلب اجلك، يعني انت هيدي الشخصية اللي عم تعطينا اياها، البرسونة تاعت الرابر اللي عطينا اياها كذب بكذب او انتو. تعال فزعك متواضع لنجعلك عجلك تتأخر على حج انشغلك بس ترجع تجلب اجلك ملك الجان جان جان ودكا وسرلك ملك الجان جان جان ودكا وسرلك اتلاقك سرلك من نفسك شقف تفسر لك شو بسر لك زي اللي براسك حطيت وجهك رح تقلك كافكا وبيف باف توم وتيك تاك
فلو بلاي باك خرجك تيك توك. قطعنا كتير لأنه سرد بالغنية بس يلا. هون اسم الغنية بينذكر فودكا وسرلك ملك الجانج جانج جانج فودكا وسرلك. هلا هون المعنى ليش قال فودكا وسرلك؟ فودكا وسرلك شغلتين يعني ما بيزبطوا مع بعض. يعني ما فيك تكون ولد تاكل سرلك وبتشرب فودكا، ومش كمان زبط انه انت زلمة بالغ بالعمر بتشرب فودكا وتكون عم تاكل سرلك. هلا بتصير يعني، بس المعنى انه شغلتين بعاد عن بعض. فانه انت بالبيت سرلك وعلى الشاشة او قدام العالم وبشخصية الرابر شاب الفودكا ملك الجانج جانج جانج، عم قوله بمسخرة انه انت الجانجستر. يعني بيجع بقول هتلاقي اكسر لك من نفسك شقفة تفسر لك شو بصير لك اذا يلي براسك حطيته بوجهك رح تهلك. هتلاقي اكسر لك من نفسك يعني هتلاقي شل لك شقفة من اللي انت بتحكيه وحطه بمواجهتك، يعني طبقه عليك رح تهلك. وهون عم ينتقد انه الناس الرابرز اللي بتطلع بتحكي اشياء يعني بالنسبة له بتتناقض معه. يعني منه الراب يعني فيك تاخدها انه الرابر اللي بيحكي انه بعمل وبسوي فيك وانا الله بضاي وانا كذا، هي اشياء بتنعكس عليه. ومنه الرابرز اللي عم بيحكوا بفكرة معين هو الراس ضده، فعم بقول انه انا اذا بطبق هذا الفكر تبعك انت عليك انت بتهلك. شو رجع قال شيء؟ رجع فات كافكا وبيف باف تومو تيك تاك فلو بلاي باك. هو حلوين هون فسر لك البار اللي قبله لما يقول كافكا وبيف باف. كافكا هو كاتب عنده كتاب اسمه المسخ. بأول الكتاب بيحكي انه فاق ولقى حاله صرصور، فعم بيقول له انه اذا انت كافكا فكرك بيف باف يعني فكرك بيقضي عليك، اذا انت توم فكرك تيك تاك يعني اذا بطبق فكرك عليك انت بتروح، فلو وبلاي باك اذا انت فلو فكرك بلاي باك. ف كثير 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 حلوين هالبارز. توم وتيك تاك فلو بلاي باك خرجك تيك توك سطحتوا الكوكب والفكرة وطلعين بتات توك دكدين عم جسم فرار سبقتن عالتوك توك تبروق شوي قوم كوكو لما تقول شك عبياط أصدق غاطس بالكوكو خرجك تيك توك سطحتوا الكوكب والفكرة وطلعين بتات توك. سطحتوا الكوكب هيدي فيك تقول عم بيحكي عن طعون الكونسبيرسي ثيريز انه طعون الكوكب المسطح. والفكرة سطحتوا الكوكب وسطحتوا الفكرة يعني الأفكار صارت سطحية يعني ما عاد في عمق بالفكر. وطالعين بتيك توك طالعين تنشروا. طالعين بتيك توك هون بمعنى انه طالعين على البلاتفورمز تبعكم تحكوا بالراب تبعكم، اي بمعنى طالعين تنشروا أفكاركم مبسوطين فيهم. طالعين بتيك توك راكدين على مجسم فراري سبقتن على توك توك هاي بمعناه عن الرابرز تبعون اللي عايشين انه البلينج بلينج يعني اللي عم بيطلعوا مصاري كثير. هو عم بيقول لهم انه يعني بمعناها انه نحن عم نعرف بعض يعني ما كلنا هون وير اول ان ذس توجذر. ف انتوا جايين تحكوا انه انتوا هلا تبعون الفراري وتبعون المصاري، انا سبقتكم على التوك توك. شو يعني سبقتكم على التوك توك؟ يعني سبقتكم على اللي انتوا عم تتطلعوا فيه وانا ماشي حياتي طبيعي على التوك توك حياتي اليوميه ما تصنعت. تحت الكوكب والفكرة وطلعين بتات توك ركدين عم جسم فراري سبقتن على التوك توك تبروق شوي قوم كوكو لما تقول شك عبياط أصدق غاطس بالكوكو مثل القابض بالبيتكوين ببلاد ما في كونكشن واك شيت علقته بس بالهيب هوب انه جده كان بيملك سوق العبيد من واك شوت فاك جاك سوق الخضرة انضج من كل بسطات الكلام ناس بتدقدي على البطيخ بس تطبل فوق جمجمتك هيدا الاوبشن مش متاح العب ولاد يا باح يا باح. هون قال مثل القابض بالبيتكوين ببلاد ما فيها كونكشن، يعني انتوا عم بتقولوا انكم عم بتطلعوا هيدي المصاري بس نحن بنعرف انه في شيء مش منطقي. انتوا عم بتكذبوا انه انتوا مثل عم تتفاخروا انكم عم تقبضوا بيتكوين بس ما عندكم كونكشن. شو قال؟ علاقتك الوحيده بالهيب هوب انه جدك كان يملك سوق العبيد بنواك شوت. للاسف بعد في عبوديه بريطانيا اليوم، ف استعمل هيدا الرفرنس الراس ليقول انه الشيء الوحيد اللي بيربطك بالهيب هوب انه انت عنصري لدرجه انه جدك كان عنده سوق عبيد بنواك شوت. هون اخذ كلمه انه لانه التجاره اجماعا عم بتصير بالناس اللي عندهم بشره سوداء وهن اللي خلقوا الراب، فهيدا فهون استعمل انه هيدي علاقتك الوحيده بالهيب هوب. عايشين الراب كدور نظر جعل شيء صوت الكلام ناس بتدقدق على البط فاكت شك سوق الخضرة أنضج منك البسطات الكلام. يعني
سوق الخضرة في نضوج، في خضرة ناضجة أكتر من بسطات الكلام بما معناه، يعني بيعين الحكي البلاتفورمز. يعني أكشات فاكشات سوق الخضرة أنضج من كل بسطات الكلام، ناس بتدقدع على البطيخ بس تطبل فوق جمجمتك، هيدا الأوبشن مش متاح، العب ولاد يا باح يا باح. ناس بتطبل على البطيخ ليشوفوا إذا منيح، بس أنه تطبل فوق جمجمتك صعب. ليه؟ لأنه ما فيهم يفحصوا أنت شو عم بتفكر، فهني منو مأكدين إنه عم بتلقوا، يمكن عم تحكي كله كذب. عايشين الراب كدور بتعنصر على المنقبات، وانت الموسيقى كتشادور، انت وعدوينك صويرة ومقدور، اسمعنا نفس الشي الحارة دايقة شريك. عايشين الراب كدور بتتعنصر على المنقبات، وانت الموسيقى كتشادور. عايشين الراب كدور يعني انتو منكن ريل، هيدي بس بيرسونا دور، بتتعنصروا على المنقبات. هون عم يحكي عن الاشخاص العنصرية بالراب تبعها، تتعنصر على المنقبات وانت موسيقتك تشادور، انت موسيقتك هي اللي عم بتغطي الفيجن تبعك، انت وعدوينك صويرة ومكدور. صويرة ومكدور هن اسمان لنفس المنطقة، فبيجي بيقول لك اسمان لنفس الشيء الحارة داي اشريك، فما عادش تلعبوا علينا انه انتوا وجماعة البيف، ما كلكم مثل بعض. طب تكون تلزيق بتبور بالكوريدور، وجودي بزيته مستفز للعين اللي بمور دور، انت كبير بعين صغير مثل الفيل على الكوردور، بابلس ابن بورخول يعني توركول، يتحش الودايع بتنبتنا الأوفشور، بابلس ابن بورخول يعني توركول، يتحش الودايع بتنبتنا الأوفشور، بابلس ابن بورخول يعني توركول، يتحش الودايع بتنبتنا الأوفشور، الراب ابن بورخول زفت البوس فوق التراب فوق الدريل طبعا فوق الفور فور. لوين وصلنا نحن أول شيء؟ خلينا نفوت على دغري. لطرابلس ابن بورخول، لطرابلس ابن بورخول يعني الطور بور. هاي اول واحدة، لطرابلس ابن بور، هون تنفهم اول مرة، ابن بار يعني بطرابلس بار بيقولوا بور، فلطرابلس ابن بور يعني لطرابلس ابن بار، انا ابن بار لطرابلس يعني الطور بور، يعني انا كوني ابن بار وبحكي بهذه اللهجة فيه يقول طور بور، طور يعني طار البورت اللبنان. مرة تانية، لطرابلس ابن بور خول، لطرابلس ابن بورت خول يعني انا ابن بورت يعني طار البور، طار البورت تبعنا يعني كمان البور غير يعني حكى اول مرة بتفهمها عن البورت تبع بيروت، ترجع حكيك عن البورت اللي عمين نهب عنده، بيرجع بيقلك يتحشوا الودايع بدنا الأوفشور. إذا أنتم مفكرين همنا الودائع اللي أنتم سرقينا، نحن بدنا الأوفشور، بدنا مرة بتفهمها أنه المصاري اللي أنتم مخبينا برا، ومرة تانية بتفهمها أنه الثروة البحرية اللي موجودة، النفط اللي بالبحر واللي بدك إياه، يعني كل شيء اللي عمينا هبهلأ أوفشور فيك تحطه بهذا البار. ما بتلحق عيدة أو مفقوز بوز في الكل هون قولاق وكل خوز، فلما تقرب صوبي هيك بالصدفة خليك عرس صبيعك بلا بول شوي. في للكل هون جولاج، شو هي الكلمة نسيتها لحظة، مفقوز بوز في للكل هون جولاج وكل خوز، جولاج وكل خوز، في للكل هون جولاج وكل خوز، يعني الجولاج اكيد اللي بيلعب كول اوف ديوتي بيعرف شو جولاج، انه مثل حبس عسكري اذا بدكم، انه الواحد بينحبس بسجن عسكري بيروح بينقعد هناك، كان موجود هيدا رفرنس على الاتحاد السوفيتي. فهون ليكو قد ايه هيدا البار في وراء فكر، يعني في عندي جولاج وكولخوز، الجولاج والكولخوز اثنيناتهم رفرنس الاتحاد السوفيتي، فاللي بده يكون فيكم عنصري فار رايت يعني اللي كان بده يكون فيكم اقصى اليمين لهالدرجة عنصري، انا عندي جولاج يا بتتأدب فيها يا عندي كولخوز بجمع بقلب لفت يا خيي، اذا انتوا بدكم تكونوا رايت انا بقلب لفت اذا بدكم تستخدموا هالبلاتفورمز لهيك، ومنقدبكم نحن بالجولاج طبعا، فبقلب ستالين يعني وبفوتها فيكم. هيدا الورع بينحكى عنه بعد نص ساعه بس، انه فلما تقرب صوبي هيك بالصدفه خليك عرس صبيعك بلا بول شوي، بغنوا عن شراع ما بعمره جرون عبد الوهاب والجوندور، بغنوا عن شراع ما بعمره جرون
يعني بتغنوا عن اشياء ما بعمركم عشتوها، اللي هو هيدا الشيء الاساسي من الراب. مثل سكان شايفكن مالطو جوا فاصو، هالموسيقى مالنا لون توب يلبسيون وشو يا عبس انت وياه. هالموسيقى مالنا لون توب يلبسيون وشو، موسيقى لازم تكون جزء من حياتك، مش شو بس بدك تحط شو وبتلبس، بس بدك تلبس ثيابك وبتقلبها شو. الراس فودكا وسيرالاك، في كتير ناس ممكن تفكر بس تسمع انه هو عم يلطش حدا معين او هو عم يعمل ديستراك، او لانه كان في كتير حكي بهي الطريقة، بس انا بأكد لكم يعني كلام موثوق مسؤوليتي انه المقصد من التراك عم ينتقد هيدا الفكر العنصري بالراب وعم يحكي ضده، وبما معناها انه اللي بتجي على مقاسه يلبسه. انا ما عم دس شخص معين، انا عم بحكي عن الاشخاص اللي بتتبع هيدي العنصرية بالراب بالنسبة له اكيد، وعم بكتب عنها هالغنية. انا بالنسبة لي قدير راس عمل بمسيرته قديك، بعدني بعتبره من اكتر الرابرز الاندر ريتد بالوطن العربي كله. مازن السيد الراس يعطيك الف عافية، وان شاء الله بعد ما نشوف اشي احلى واحلى منكم. اذا عجبكم هيدا الفيديو بليز لايك سبسكرايب وشو سم لاف بالكومنت، فولو مي على انستغرام موجود بالدسكريبشن. كان معكم باندو، بيس اوت.